مقادير وجبة شعبيات لعائلة صغيرة، في عنا نص كيلو طحين، نص بالتمام والكمال. طبعا الحشوة اللي هي رح حطها بداخل الشعبيات، اللي هي عبارة عن لبن حليب مفروض وما إلى هنالك، وبعدين كربونات، ملعقة طعام ممسوحة، نصف الملعقة كربونات، وقطر، في عنا قطر بدنا نحط منه ملعقة ونص طعام، ملعقة ونص طعام للعجنة. خلينا نشوف كيف رح نعجن العجنة. أنا بفضل أحط الطحين على الأرض حتى يكون العجين 100% تمام. مثل ما حكينا ملعقة طعام، تنزيل على المي، ونص نضيف الكربونات كمان على المي، نحرك شوي، طبعا المي نوعا ما فاتره شوي. العجينة لازم تكون طرية. جاهزة العجينة، بدنا نعمل عملية الطبسها. بنحط العجينة بالصحن، بنغطيها بكيس، بنحط عليها شوية زيت بحيث انه تلين العجينة تصير طرية للشغل. بنغطيها وبنستنى عليها ربع ساعة. طبعا هاي العزيمة مشان الشباب، يعني بعد ما عملتها هذيك المرة الشباب كثير حبوها، لذلك قررت أعملكم إياها اليوم لايف بكل الأحوال. شباب شغلة ما بدها شيء، بعد ما تخلص وتحط العجينة على الرياحة بتجيب تشتغل حاليا بالسمنة. السمنة هي عنصر أساسي بالشعرية. خلينا نشوف كيف السمنة راح نشوفها أخواني. هاي السمنة لازم نعجنها عجنة مضبوطة، يعني لازم نحطها ونكبسها هيك بحيث ما تصير مثل مرام. نجيب العجينة، بتكون عجينة ارتاحت نوعا ما. ما بعرف اقطع بايدي، لذلك رح اقطع بالسكين. حط عليهم شوية سمنة هيك، طلعوا معنا 15. اوكي 15 سكول. حاليا رح نعمل طريقة، وحاليا رح نفتح القطعة لحال ونحط حط جواتها سمنة. نفس العملية، نفتح، نحط سمنة، مثل ما حكينا السمنة كل ما كان أكثر كل ما كان أطيب. حط الإيد بتاعتي،
يلي بيعرف نانو يلي بيعرف نانو يعمل له تاج. يا سيدي كنا ناكل قطه بشعيبيات من عند نانو. يلي بيعرفه بكل الاحوال يحط له تاج. كنت عزمتكم بس كورونا. طبعا انا قررت اعمل الفيديو وهذا اخر واحد. قررت اعمل فيديو باخر رمضان واكيد راح ينزل يعني المساء بحيث انه ديك المرة كتير في شباب اصحابنا اشتروا شعيبيات بس للاسف ما كان في قدرة انه يوصلوا. لذلك نحن اليوم قررنا نعملكم اياهم بعد رمضان بحيث انكم كنتم تعملوا بعد رمضان متاخر. حاليا بعد ما خلصنا بتجي المرحله الاصعب اللي هي التدوير. بدك تدور الشعيبيات مشان تاخذ شكلها تمام. انتبه هاي الشغله صعبه كثير. بدك تحاول تكون دقيق جدا بالعمل. طيب كل الاحوال فضيله محلها بهذا الحاله. نعمل على الشكل التالي. نمسك هاي بهذه الطريقة ونمطها شوي نوعا ما هيك على الأرض ونشد. نلف شوي بالمقادير هاي هي اللي هي رح تضبط معك. ما تكثر ولا تزود ابدا بالمقادير. المقادير هي الشيء الاساسي اللي بتضبط الشعبية. بنلف بنضل بنلف بنشد بنمط. بنحاول نفرغها من الهواء قدر المستطاع. وبعد ما خلصنا التكبيس التمديس بنحط عليهم شوية سمنة هيك ونتركهم يرتاحوا لبعض من الوقت. وحاليا الأصعب مرحلة هي مرحلة الحشوة. كيف بدنا نحشي كل الشعيب. العملية لازم تكون دقيقة جدا. بنجيب القطعة على الشكل التالي نضغط الضغطة بالنص. هاي ضغطة بالنص بالإيد عشان نحافظ على الرسمة. بنجيب الوعاء
الغلع الشوبك على الخفيف، نضغط عليه على الخفيف، ما لازم نشد كثير حتى نفتحها مظبوط. مشان تحافظ على الرسم بعد ما نعملها بهالشكل. طبعا في شغلة مهمة، نجيب الصينية لحال، نحط بأرض الصينية سمنة. بعد ما نعمل هذا الشكل نقلبها بالعكس ونحط الحشوة حاليا هون. الحشوة طبعا حسب الرغبة. في ناس بحشوها بالجوز، في ناس بحب بحشيها بالقشطة. منجيب على الشكل التالي طرف هون والطرف الثاني نضغط ضغطة هيك بحيث نفضي الهواء من جوا. ونشيل على هالشكل ومنحطه بالصينية. وهيك بنساوي مع اللقمة. نرجع بنعمل واحد تاني كتجربة. هذا الشكل. ضغطة بالإيد كبسة عشان نحافظ على الرسمة على الخفيف. نقلبها بالعكس نحشيها نرجع للطرف الثاني. فكر كبسة لازم طالع الهواء. وهيك لحتى نخلص الكمية بنشوفكم بس نخلص. وحاليا بعد ما خلصنا بنحط على الوش شوية سمنة ونحطهم بالفرن شغلة ربع ساعة لنص ساعة حتى ترتاح العجينة مظبوط، مشان لما بدنا نشويهم على الفرن يكونوا 100% جاهزين. طبعا الفرن مطفي حاليا، رح نحطهم بس شغلة نص ساعة وبنرجع بنشغل عليهم ان شاء الله بعد نص ساعة. بنسكر الفرن وحاليا لازم نشغل الفرن. بنشغله من الطرفين من فوق من تحت وبنعطيه على اعلى درجة حرارة على 250. مجرد ما شغلنا على 250 بنستنى لحتى يحمر شوي بسيطة، تحمر الاقراص وبنفش، بعدين بنهديه على 170 وبنخليه لحتى يخلص. حلو. مثل ما شايفين بلشوا انتفخوا، بلشوا يحمروا شيء بسيط، بنهدي الغاز على 170. بنتركهم يحمروا على حتى تروح السمنة، السمنة المولودة على طول يحمروا على كيف.
لازم حاليا نحرك الصدر بالعكس، نفتله فتيله. وهيك بنكتفي بالتحميه، بكفي صار، وحاليا صاروا جاهزين. خلينا نحضر الفرن.